حل هذا المشكل على تطبيقك الخاص فيسبوك لايت اليوم سوف نتعرف على هذه الطريقه من خلال اتباع مجموعه من الطرق من خلال الضغط على الضبط والاعدادات ثم ناتي الى هذه النافذه الخاصه هنا للضبط والاعدادات نقوم بالنزول للاسفل ثم نضغط على التطبيقات بعدها ناتي الى نافذه التطبيقات الخاصه نقوم بالنزول للاسفل للبحث عن تطبيق فيسبوك لايت هنا في هذه النافذه ثم بعد ذلك سوف نقوم بالضغط على فيسبوك لايت ثم سوف ناتي الى معلومات التطبيق هنا تقوم بالضغط على إيقاف إجباري ثم تضغط على موافق بعدها تضغط على مكان التخزين ثم تضغط هنا على مسح التخزين المؤقت ثم تضغط على إدارة التخزين هنا ثم سوف تظهر معنا هذه النافذة تقوم بالنزول للأسفل ثم تضغط على كلير أو مسح هنا في الأسفل وتقوم بالذهاب إلى متجر جوجل لكي تقوم بتحديد تطبيقك الخاص لحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر لايك ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله